الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدين وسلم تسليما. نرحب بقناة المنقذ العالمي في برنامج شهادة الله أحسن القصص، حياكم الله وإياكم. طبعا بداية دخولي الدعوة المباركة، الله سبحانه وتعالى رزقنا هاي الدعوة الإلهية أن نشارك بها ونقدم عمل إن شاء الله. بالبداية كنت أقرأ دعاء العهد، يعني وأنا صغير كنت أقرأ دعاء العهد، يعني عندي علاقة بهذا الدعاء. من أدعي الله أن الإمام المهدي سلام الله يوفقني، أن يوفقني رؤية الإمام المهدي ويوفقني نصرة الإمام المهدي، فكان عندي تعلق بهذا الدعاء. بعد ما بلغوني بالدعوة، أول يوم رأيت رؤية، كأنما أنا مقبرة. أول دعاء يرمز يعني مضمون كلامه، اللهم اخرجني من قبري معتزلا سيفي، يعني يعني قضية الإمام المهدي بأن يخرج الناس الموتى، يعني هيك يرمز الدعاء. فبالرؤية كأنما أنا نايم مقبرة ولابس أسود بأسود، وجي رجل طويل أسمر. بالرؤية هو هذا الرجل، يعني كأنما يعني هو هذا الرجل اللي من الإمام المهدي سلام الله عليه، أو الإمام المهدي أو من الإمام المهدي، ويا شباب اثنين هم لابسين أسود بأسود. فدخل للمقبرة، أنا نايم بين يعني بين القبور، فمديده جرني قمت رحت وياه، فزيت من الرؤية، ما يعني ما فهمت منها شيء. فثاني يوم صرفت الأنصار، قلت لهم أنا هيك شفت رؤية، قالوا راح نعطيك أوصاف وأنت يعني قل لنا إذا هاي الأوصاف صحيحة قول هذا الرجل، وإذا مو صحيحة قول لا مو هي. فوصفوا لي السيد، والله العظيم يعني كل الوصف اللي وصفوا لي بهذا الشخص اللي شفته بالرؤية، كل يعني كل المواصفات بهذا الشخص، وأنا كان باعتقادي هذا هو الإمام المهدي سلام الله عليه. وهذا الدعاء اللي كنت أقرأ يعني هو هاي بالرؤية طبق، يعني عندي من جاء الإمام المهدي وطلعني من المقبرة، وكان هذا الرجل هو السيد سلام الله عليه. بعد تقريبا 3 أيام رحت للحسيني، كان بيها محرم وشيخ معمم كان يقرأ على المنبر، يقرأ على الإمام الحسين سلام الله عليه. فأنا شفت كشف بالإمام الحسين، يعني الإمام الحسين يبوع للأنصار وبين الأنصار ويبكي، يبكي بالمقتل، يعني يبكي الإمام الحسين، بحيث حتى شفت يعني بالرؤية دموع كبار، يعني طيح من عيونه كبار يعني، ويبكي الإمام الحسين سلام الله عليه. فأنا يعني ما أعرف شنو الكشف، يعني كنت أقول هذا، كنت أتخيل لي لأن هاي الناس أطهار متدينين وعندهم غيرة على الإمام الحسين وعندهم غيرة على الإمام المهدي، وهذا الرجل جاي من الإمام المهدي، فأنا هيك جاي أشوف. فوالله بنفس اليوم واحد سمع نقر، يعني صوت من السماء يقول له أكو واحد من الأنصار الموجودين شاف كشف بالإمام الحسين. فمرتين ثلاثة قال يا أخوان يا أنصار، من شايف كشف بالإمام الحسين؟ خلي سولفه. فأنا ما أدري يعني، بعدين سولفت واحد من الأنصار قال لي هو هذا كشف بالإمام الحسين، واحد من الأنصار كان سامع نقر. فيعني هاي الرؤية كانت إلي بالنسبة لي، يعني أنا كانت دليل على أحقية السيد، يعني الإمام الحسين بنص الأنصار ويبكي حالة من حالهم، الأنصار يبكون هو يبكي يعني، وكان واقف يم يعني يم المنبر اللي بالحسينية. بعد مرور فترة كان عندنا أنصار مسجونين بالسجن بكربلة، فأنا سمعت من الأنصار عندنا أكو أنصار مسجونين بكربلة. فأنا نايم بالحسينية وشفت رؤية نفس اليوم، يعني شفت بيها رؤية، شفت كأنما الإمام الحسين سلام الله عليه ويا وفد من الأنصار، أنصار معممين وأنصار مو معممين يعني، بس هم الأنصار اللي شفتهم أنا بالبصرة والنجف، يعني هم الأنصار، أنصار الإمام المهدي أتباع السيد أحمد الحسن عليه السلام. فبالرؤية الإمام الحسين سلام الله عليه يمشي قدامهم وهم كلهم يمشون وراء. فأنا سألتهم قلت لهم وين رايحين وهاي وياكم الإمام الحسين وهاي؟ قالوا رايحين للأنصار اللي بكربلاء نطلعهم من السجن. فأنا ظليت أبوع بس للإمام الحسين، الإمام الحسين نوبة يصير سيد أحمد، نوبة يصير الإمام الحسين، نوبة يعني شخصية الإمام الحسين يصير سيد أحمد، يعني هو يمشي نوبة يصير الإمام الحسين سلام الله عليه. فزيت من الرؤية. فثاني يوم قالوا لي الحمد لله والشكر أكو وفد راح للأنصار وطلعوا من السجن. وبالرؤية يعني كنا من راح الإمام الحسين اللي هو نوبة يصير الإمام الحسين نوبة السيد هم طلعهم من السجن. ثاني يوم هاي الرؤية تحققت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. يوم من الأيام كان يعني كان
كان الوضع مشدد شوي على الانصار، فكنا نصلي جمعه بالبيوت. فكان من ضمن يعني كنت اصلي ببيتي، يعني نصلي جمعه ببيتي. فاول جمعه صليناها ببيتي كان عندي ابوي انصاري، بس شويه رجل كبير يخاف. فمن خلصت الصلاه فطلع اتلفه قال لي يعني مضمون الكلام، قال لي ابوي شوي دير بالكم، الوضع شوي مو تعبان، انتم عليكم يعني وضع مو زين، الناس ما تخليكم تصلون الى هاي، فانت جاي تصلي بالبيت فشوي دير بالك، او مثلا لا تصلي بهالمعنى حاجاني. فقلت له ان شاء الله خير، قلت له دعوه الله، ولابد ان الله سبحانه وتعالى ينصر الحق، يعني الله ما يعوف الحق، لازم الله يبين الحق وينصر الحق. فوالله نفس اليوم يعني نفس اليوم ابوي راى رؤيا، بحيث ثاني يوم من الصبح جا قعدني من النوم قال لي تعال. قلت له ها حجي شنو؟ فقال لي بعد مضمون كلامه، قال لي بعد اذا تريد تصلي يوميا جمعه وصلي. فقلت له ان شاء الله خير. قلت له خير حجي. قال البارحه بالرؤية جالي امير المؤمنين سلام الله عليه وفاطمه الزهراء. يقول فامير المؤمنين يقول اول مره جالي شخص ضخم كلش، فقال لي امير المؤمنين يريدك. قلت له وين امير المؤمنين؟ قال لي امير المؤمنين هناك قاعد. يقول فخذاني هذا الشخص اللي هو ضخم، يقول برؤية كل الضخم يعني كأنما هو ملك او رسول هيش. يقول فخذاني لقيت امير المؤمنين قاعد على مكتب ميز وكرسي قاعد عليه امير المؤمنين سلام الله عليه. يقول فامير المؤمنين قام رحب بي سلم علي، فقال لي ذول الانصار يعني قصد على الانصار اللي يصلون جمعة، انصار السيد احمد الحسن عليه السلام. قال له ذول الانصار ذول بكفالتي، لا تخاف عليهم انا كفيلهم. فيقول ابوي يقول دق على صدره يقول كل قوته، فقال لي انا كفيلهم ذول الانصار يعني، اما انت يقول فرستن انطاني هديه ونوب انطاني صك. يقول ابوي بالنسبه ابوي يعني بهذا العالم ابوي ما يعرف يقرا يعني اسمه ما يعرف يكتبه. فيقول بالرؤية امير المؤمنين من انطاني هذا الصك؟ يقول قرأت اسمي الثلاثي والكون يماتي ومواليدي واجدادي، يقول كل تفاصيل يعني اسمي واجدادي، يقول كل التفاصيل امير المؤمنين كاتبها بهذا وابوي ما يعرف يقرا، يقول بس بالرؤية قريتها. يقول والطاني قراده بيها مفتاح، فقال لي هاي الك. يقول بالرؤية يقول خذاني دخلني مكان كانما جنة وهيك يعني. يقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقول خذت والدتك اللي هي امي، يقول خذت والدتك هم دخلتها بهذا المكان. وهاي الرؤية اللهم صل على محمد وال محمد الامام المهدي وسلم تسليما، هاي شهادة من امير المؤمنين بان هو متكفل الانصار يعني. فكيف اذا مثل كانت الدعوة مو حق، كيف امير المؤمنين تكفل انصار السيد احمد الحسن وهي الدعوة مو حق؟ فاكيد بين هذا الرجل حق يعني، ولا ما مو يجي امير المؤمنين سلام الله عليه ويتكفل انصار. بدليل انا ورا يومين شفت رؤية بالامام زين العابدين سلام الله عليه، هم كانما احنا مطاردين يعني من قبل الوهابية ومن قبل ناس يعني ضد ال محمد. فانا وياي ثلاث انصار نركض حتى حفايه يعني بالرؤيه، ويانا الامام زين العابدين سلام الله علي بن الحسين ولد شاب بالرؤيه، فيركض ويانا هم حافي هم الدنيا كلها تركض ورايا. فانا تعجبت، فاخر شيء دخلنا بيت فطوقتنا هاي الناس كلها. فبالرؤيه يعني كدليل بين هذا هو الامام او مو الامام، فقلت له يا مولاي انت مو امام معصوم؟ قال لي ايه. قلت له انت مو زين العابدين؟ قال لي ايه. قلت له ما تسوي معجزه بحيث هاي الناس ما تقدر يعني تأذينا؟ فوالله والله والله كأنما سووا صبعة شفر صبعة، صار داير ما داير نار، وإحنا بنص النار كأنما قضية إبراهيم سلام الله عليه بين صارت إحنا بنص النار بردا وسلام، وهاي الناس كلها قالوا هذول داير ما دايرهم نار يمكن احترقوا. فالإمام سلام بين لي بين هاي معجزة يعني، الناس كلها شوفنا داير ما دايرنا نار ما حد يقدر يدنانا وإحنا قاعدين بردا وسلام. من فزيت من الله حمدت الله وشكرته. فهاي ايضا دليل بان امام زين العابدين سلام الله يخاف على الانصار وحافظ للانصار، وحتى بالرؤيه بحيث يعني ما يريد واحد يؤذي الانصار، وهم الانصار يعني انصارين من انصار منو يعني؟ انصار السيد احمد الحسن سلام الله عليه. وكثير من الادله بس يعني اذكر فد شيء بسيط يعني هواي هواي من الادله اللي هي تخص السيد احمد الحسن، مو بس الرؤيه بل هواي الادله، بل يكفي وصيه رسول الله بان هو ذاكره باسمه ونسبه وعنوانه وشكله وكل شيء. واذا تسال يعني على قضيه السيد احمد اخلاقه تكفي يعني، تواضعه يكفي يعني، شجاعته تكفي بان هي وهو دليل له، وكل ذلك وهو عده ادله للاستخاره، هواي ادله هواي ادله اللي تذكر السيد احمد الحسن بان هو رجل رسول من الامام المهدي الى كافه الناس مو بس الى المسلمين.
إلى كافة الناس بالكرة الأرضية. هو رسول يريد يهدي الناس. يعني شنو طالب هذا الرجل؟ طالب يهدي الناس، جاي يقول أنا رسول من الإمام المهدي سلام الله عليه للمسلمين، أريد نصرتكم. يعني وهاي الأدلة كلها موجودة، شنو تردون؟ الروايات موجودة، كل الأدلة موجودة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهدي وسلم.